ألف سلامة عليك يا أستاذ نظم. أبو خالد قال لي إنك تعبان. إن شاء الله هتبقى زي الفل وما تقلقش، أنا هدعيلك. بس أنا عايزك تعرف حاجة مهمة، بيوتنا كلها مفتوحة ليك في أي وقت. الله يبارك لك يا رب. بس والله ما كان لي لزوم الحاجة اللي جبتها دي يا حاج ثابت. إزاي بقى يا أستاذ نظمي؟ الجيران لبعضيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع دار. هي هنقف قصاد كلام النبي ولا إيه؟ أعوذ بالله، عليه الصلاة والسلام. لا طبعًا، كتر خيركم والله. عاوزين نشوفك بقى في صلاة الفجر إن شاء الله. الراجل تعبان يا حاج، يعني رخصة، يصليها في البيت ما يجراش حاجة. اللي تشوفه مولانا. هنستأذن احنا بقى يا أستاذ نظمي، وخلي بالك من نفسك يا حبيبي. يا رب والله ما انت قايل احنا مش غرب. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام. مع الف سلامة، شرفتوني. مع الف سلامة. مش عايزك تقلق من اي حاجة، احنا كلنا في ظهرك. الله المستعان. الاخوان المسلمين بيوزعوا على الشعب ماده، فلوس، زيت وسكر وبطاطين. هيوزعوا تاني زيت وسكر وهيوزعوا فلوس على الناس. وكل بيتي وعرضوا عليا زيت وسكر. وزع فلوس في رميات من 200 الى 500 جنيه. خالد، مدى خالد. انا بوشك كده ليه؟ قال لي بوش ليه؟ عشان عايز اشتغل بمؤهلي يابا. محدش عارف بكره فيه ايه، يمكن حظك احسن من حظي. افرد وشك بقى، فك فك وشك، فك وشك. هي كريمه ما جاتش عادت ليه النهارده؟ يلا فيروس سي وابنها خد هيكشف عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. وده هتجيب منين دي بس؟ الله اعلم بقى يا بابا. ليه يا ابو خالد؟ ما تخلي تليفونك في حته فيها شبكه يا اخي. وده خالد، هات لي الروجيتا دي. هات يا استاذ نظم، اطلع انت وصل الحاجات دي فوق. هو صحيح يا استاذ نظم الحاج راغب هيمسك العماره؟ اه شكلها كده. وش معنى يعني الحاج راغب؟ اما في ناس كتير عايزه تمسك، ما تخليهم يجربوا يا اخي. بعدين الناس بتعرف ربنا كويس، دول بيصلوا معانا الفجر حاضر. بيصلوا الفجر حاضر؟ طب ما انا بصلي الفجر حاضر، اجي امسك انا بقى العماره؟ جرى يا راغب؟ من قلت لك هناخدها؟ هناخدها. طب واللي اسمه ماهر ده؟ ما هو شكله ناويها، والواد بيعرف يتكلم كده وهيبلفهم. انا بعت اجيب وهتسمعه بودانك وهو بيتنازل. مش بس كده، وهيقف في ظهرك كمان. مش دي المشكله، المشكله وانت قاعد مع سكان العماره في القعده الكبيره. لازم تملى مركزك وتقول كل اللي اتفقنا عليه، وما تنساش موضوع الترميم. الموضوع ده واكل دماغهم. ماشي. الله المستعان. ازيك يا مدام عايده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وماله؟ تعالى يا استاذ ماهر، اتفضل بيتك ومطرحك. خير والله. خير دي بقى ترجع لك انت. يعني عاوز تمسك اتحاد العماره ليه يا ماهر؟ ما انا ممكن اسالك نفس السؤال، بس انا مش بايخ. عندي خطه لتطوير حاله العماره زيكوا بالظبط. وايه بقى الرؤيه؟ شوف يا استاذ ماهر، احنا عارفين ان انت معاك ناس، بس مش اكتر من اللي معانا. ورايي انك تضم صوتك لصوتي. وما تقلقش يا سيدي، هنديرها مع بعض. وانا ايه اللي يضمن لي ان ده مش مجرد اي كلام؟ عيب يا ماهر، ده وعد، ووعد الحر دين. ماشي، انتوا برضه ناس بتقول انها بتوع ربنا، ومفروض تراعوا كلمتكم. باذن المولى. اجتمعت احزاب المعارضه المصريه الرسميه التاليه: الجمهوري، الغد، المحافظين. اشكركم جميعا، وسوف اترك المجال كاملا لكل
الاخوه الكرام اصحاب الراي والرؤيا. عيل مستفز ولا فارقه معاه حاجه، انا جايبه بالعافيه. وهتفرق معاه في ايه؟ وتطلبوا مني استنى وبدفع كهرباء وبدفع، اعملوا اللي تعملوه. احمد زي الحاج احمد ان شاء الله تهدوها. تعبيط يا ابني، هو في حاجه بتتهد بتتبني بسهوله؟ حد يبقى عنده عماره قايمه يقول تتهد؟ عارف ايه اللي مخوفني بجد؟ ايه؟ رغبوا اللي ما يعرفوا يضحكوا على السكان، مع ان سبحان الله عارفين هم حافظين تاريخهم. يعني انتوا من الاخر شايفين مين اللي يمسك؟ راغب ولا ماهر؟ ولا نزلنا على الاستاذ نظم ونقنعه؟ والله راغب، ماهر، ابو خالد، خلصوني من الليله دي، انا عايز اقوم. ما تمسكها انت حسين والله، دي هتبقى عماره دلع الدلع. على رايك. احنا عشنا مع بعض مشاكل كتير في العماره، بس الحمد لله وصلنا لقعده زي دي فيها اكتر من مرشح، نقدر نختار اللي احنا عايزينه. واي حد من الساده المرشحين عايز يقول كلمه يتفضل. الساده المرشحين؟ وحضرتك مش من المرشحين ولا ايه يا استاذ ماهر؟ مش لازم اكون مرشح عشان احل المشاكل، انا قضيتي ان المشاكل تتحل بيا او باي حد تاني، المهم يبقى في بديل. مش حابب يا حاج راغب تقول كلمه بما انك مرشح؟ الله يفتح عليك يا استاذ ماهر. والله يا اخواني انا لولا الحاج ثابت واخواتي سكان العماره العزاز بيزنوا عليا في الحكايه دي ما كنتش هقرب لها خطوه واحده. يا اخوانا دي امانه، وانا اوعدكم اني هاخد بالي من شؤون العماره. واي حد عنده مشكله يتفضل، بيوتنا مفتوحه لكم طول الوقت وكله هيمشي بما يرضي الله. انا واحد منكم وحاسس بالمشاكل اللي احنا فيها. ترميز، وحكايه الاسانسير دي اوعدكم انها هتخلص بامر الله. ترميز، طول ما ايدينا في ايدين بعض اي حاجه هنعدي منها. ترميز، الترميم، الترميم، انا مذاكر مشاكل العماره دي كويس، وخصوصا حكايه الترميم. لازم نداوي الشروخ علشان ننام في بيوتنا واحنا مطمنين. وانا اوعدكم ان كل حاجه هتتغير بامر الله. في دي بقى انا مصدقه، كل حاجه هتتغير. يا جماعه، اللي موافق على ان الحاج راغب يتولى اداره العماره يرفع ايده. الدستور